ونصب نفسه مدعيا عاما وقاضيا وجلادا. بعض الفضائيات العربية القبيحة والرذيلة مشيت معه سوى ابنه تمام يطلع الروسي الروسي الحق الحق اي بعرف امي العدو سارع إلى توجيه الاتهام ونصب نفسه مدعيا عاما وقاضيا وجلادا ولم يقدم أي أدلة. وطبعا الأمريكان والغرب وبعض الفضائيات العربية القبيحة والرذيلة مشيت معه سوأت له تمام بهذا الادعاء. حتى ولو كان خطأ، لأنه في بعض الناس قال يا أخي يمكن جماعة يكونوا مغلطين. نحن لو مغلطين بنعترف وبنعتذر، وعندنا سوابق طويلة بهذا الموضوع. لا 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 لا